إن شاء الله سوف نتكلم عن التداول عبر الانترنت يا أخي. نعم، فصرا لم أقوم بوضع فيديو لكي أشرح العملات التي يمكننا شراؤها، وفي هذه الأيام لقد حصل الكثير من الانقلابات في السوق عبر التداول يا أخي. على العلم لأن البيتكوين ارتفع إلى أكثر من 7300 دولار، هذا يعني أن العملات الرقمية الأخرى سوف تنهار أمام هذا الوحش. نعم، على العموم هذه فرصتك لكي تشتري العملات الرقمية يا أخي. نعم، هذه فرصتك لكي تشتري العملات. نعم، إذا كنت تريد أن تصبح غني يا أخي فسوف أشاركك هذه العملات التي يمكنك أن تشتريها إن شاء الله. أولا، طريقة تسجيل في يوبيت أحسن منصة أنا أنصح بها هي يوبيت. يمكنك أن تصبح غني عبر هذه المنصة. نعم، هذه أحسن منصة يمكنك أن تتعامل معها بسهولة، الحمد لله، بعيدا عن البيتريكس. إن لم تعرف البيتريكس، الكثير لا يعرف قيمة البيتريكس. البيتريكس يمكنك أيضا أن تحصل على الأرباح الكثيرة من منصة البيتريكس، رائعة منصة البيتريكس، وسوف أشرحها يوما ما إن شاء الله. على العموم، موضوعنا هو اليوبيت، طريقة تسجيل فيه سهلة، قد شرحته سوف نبتقي لك في آخر الدرس فيديو شرح يوبيت وكيف ربحت من العملات الصغيرة. نعم، في ظل ارتفاع البيتكوين إخواني، أنا أنصح أولا بشراء عملة الإيثيريوم. نعم، الإيثيريوم ثمنها في السابق يا أخي كان 12 دولار فقط. منذ أيام إخواني كان الإيثيريوم كم؟ كان الإيثيريوم 900 دولار يا إخواني. الآن الإيثيريوم منهار، منهارة جدا. هذه فرصة لكي تشتري عملة الإيثيريوم. أنا لا أتحدث عن شخص يريد الدخول بخمس دولارات أو ثلاث دولارات أو شيء من القبيل، لا يا إخواني، إذا أردت الدخول بخمس دولارات، عشر دولارات أو شيء من القبيل، استثمر في العملات الصغيرة التي أنصحك بشرائها. نعم، وقم بالصبر عليها. أنا هنا أقوم بتوجيه لك فكرة، عليك الصبر، التداول هو الصبر يا أخي. أعلم أنا أنصح بشراء في هذه الفترة عملة الإيثيريوم لأنها منهارة تماما يا إخواني، الإيثيريوم واللايت كوين. نعم، هذه العملات أنصح بشرائها عند سعر، نعم، أين هو الآن في سعر 300، سوف أقول لك اشتريها في سعر 290 دولار يا أخي، وقم بالصبر عليها. مثلا أنت اشتريتها بألف دولار يا أخي، ف والله إخواني سوف تكسب منا الكثير عملة الإيثيريوم. نعم، على العموم عملة اللايت كوين كذلك. نعم، نقول عملة اللايت كوين، نعم، انظرنا اللايت كوين 55 دولار يا إخواني. على العموم أنا أنصحك بشراء كذلك اللايت كوين، اشتري اللايت كوين والإيثيريوم واصبر على هذه العملات. را أحسن عملة ترتيبها هو الثاني أخي، وكم هو سعرها؟ 290 دولار، لأنها تنهار وسوف تنهار إن شاء الله. أنا أعرف جيدا لأن البيتكوين سوف يزيد قيمته إن شاء الله 10,000 دولار في المستقبل. الحمد لله، أنا أقول لك اشتري الإيثيريوم واللايت كوين إذا كنت تريد ربح كافي من 500 دولار. استثمر 100 دولار، نعم، فقط 100 دولار، واصبر عليه وسوف تحصل على نتيجة إن شاء الله في الإيثيريوم واللايت كوين. هذه عملات أنا أنصحك بشرائها في هذه الأيام إخواني. على العموم الآن سوف نقوم بشرح العملات الصغيرة التي أنصح بها الكثير يا إخواني. نعم، الحمد لله كل شيء. مثلا عملة الإنفليشن كوين، نعم، قد قمت بشرحها و الكثير لم يشتري هذه العملة الرائعة. نعم، سأشرح لكم إياها. نعم، في ليتشن كوين، نعم، هذه العملة التي تساوي 1 ساتوشي فقط. نعم، اشتريها قدر المستطاع يا إخواني. نعم، هذه عملة قم بشرائها قدر المستطاع. نعم، انظروا هنا كم ارتفعت قبل أشهر يا إخواني، كم ارتفعت إلى 3 ساتوشي. نعم، يعني إذا اشتريتها مثلا أنت ب100 دولار، نعم، وهي إذا ارتفعت إلى 9 ساتوشي، يعني 900 دولار صافية كأرباح لك يا أخي. هذا هو الربح الحقيقي، اصبر على هذه العملة. والرائع أنه الذي أعجبني فيها، انظروا هنا سأريكم إياها في كريبتو كورنسي، نعم، سأريكم إياها. نعم، ما هي العملة إنفليشن كوين عبر الشكل التالي، انظروا هنا. نعم، لا يوجد بها توتال سبلاي، نعم، لا يوجد بها أي توتال سبلاي. والرائع أنه في الماركت الخاص بها، نعم، انظروا هنا، تقبل العديد من مواقع التداول يا أخي. انظر هنا، اليوبيت، كريبتوفيا، نوفا إكشنج، الكثير، جوانغاتر، الكثير يا إخواني. والرائع الذي أعجبني أن الحجم الخاص بها في النسبة المئوية متوازي مع بعضها. انظر هنا، 47.60%
في يوبيت كذلك هنا، كذلك فيها نوفا اكشنج، نعم كذلك الكريطوفيا، نعم انظروا هنا الكثير والكثير. انا انصح بشراء هذه العملة والصبر عليها. انا يا اخي لا اقول لك انك سوف تربح بعد اسبوع او شنو ذا القبيل، لا، اشتري واصبر. اشتريت 100 دولار من هذه العملة، عندما ترتفع يا اخواني وسوف اؤكد لكم انها سوف ترتفع ان شاء الله، لان لديها مستقبل افليشن كوين، الهاش تي سي، اللايت دوج، والكثير من العملات التي قمت بطرحها في الصفحة الخاصة بي، وكذلك الهاش ام بي كوين. يا اخي قوموا بشراء هذه العملة، نعم هذا هو الربح الحقيقي. انا هذه الاستراتيجية في التداول، وكثير من الاستراتيجيات لدي في الربح ان شاء الله، حتى في السكالبينج يوجد الربح الكثير في السكالبينج يا اخواني، لكن السكالبينج لا تدخل ب 500 دولار او 1000 دولار. السكالبينج يحتاج الى 10000 دولار، نعم يحتاج الى 10000 دولار، 20000 دولار، هذا هما الاشخاص الذين يربحون من السكالبينج اخواني. على العموم هذا هو العملات التي انصح بها، افليشن كوين، لاش ام بي كوين، لايت دوج، وكذلك نعم على العموم هذه عملات صغيرة قم بشرائها، ثمنها لا يتجاوز الواحد ساتوشي، وان شاء الله سوف ترتفع في اقرب وقت، نعم واؤكد لكم ذلك. نعم الهاش تي ساريكم اياها كم الان، انا اشتريتها بواحد ساتوشي واشتريتها باثنين واشي من قبل، وارتفعت الان الحمد لله. نعم الهاش تي سي عبر الشكل التالي، انظروا هنا 2 ساتوشي الان بدأت ترتفع. توتال سبلاي الخاص بها هو 20 مليار يا اخواني، راه شيء كبير كبير كبير، نعم والتعديل المعدل فيها فقط هو 10 ملايير يا اخواني، نعم هي الماركت كاب الخاصه بها هي اليوبيت، نعم تشتغل على اليوبيت فقط، لكن انا انصح بشراء هذه العمله لانها في فتره كانت تساوي 15 ساتوشي، نعم انا اتذكر هذه العمله كانت تساوي 15 ساتوشي، نعم اشتري هذه العمله لاش تي سي، لايت دوج، افليشن كوين، وكذلك يا اخواني الهاش ام بي كوين، نعم هذه العملات قم بشرائها وسوف تربح منها الكثير ان شاء الله. كان هذا هو بعض التوضيح لكثرة التساؤلات اين هي العملات التي يمكنني شرائها والصبر عليها. نعم هذه خاصيتنا في العمل الحمد لله، اذا اردت التعامل عبرها يا اخواني فسوف تكسب الكثير والكثير ان شاء الله، كما لاحظت في الفيديوهات السابقة لي في التداول عبر العملات كم ربحت من عملات السي في دو، نعم السي في دو والهاش ام بي كوين، نعم تطرق لي اقول لك انك سوف تشتري من عندي كذا وكذا او توصية او شيء من ذا القبيل. كلنا اخوة الحمد لله نتعامل مع بعضنا البعض، الحمد لله كما نحب الخير انفسنا نحب الغير، قدمت ربنا عليه الحمد لله كل شيء. هذه هي بعض النصائح، اشتري الاثيريوم عندما يقوم بالنزول الى 280 دولار الى 290 دولار قم بشراء هذه العملة واصبر عليها، حتى 1000 دولار اذا قمت بشرائها يوم ما سوف تصبح غني عبر هذه العملة، لانها ان شاء الله سوف ترتفع الى اكثر من 1000 دولار، لان ترتيبه هو الثاني اخواني ونحن نعرف الايثيريوم جيدا، وكذلك اللايت كوين. وانت مبتدئ في مجال اشتري العملات الصغيرة، نعم فيها فرصة كبيرة والله اخواني، انت كمبتدئ ولا تعرف التداول جيدا اشتري العملات الصغيرة واصبر عليه، مثلا لديك 5 دولارات، 10 دولارات، 20 دولار، هكذا، مثلا أنت لديك مثلا لديك 10 دولارات، 10 دولارات يا أخي وتريد شراء عملة مثلا الهاش تي سي، نعم، الهاش تي سي وهي ثمنها نقول نحن في الواحد ساتوشي وارتفعت إلى 10، نعم، راه سوف تربح مقدار من الأموال محترم يا أخي، نعم هذا هو العمل عبر التداول، الصبر، إذ لم يكن لديك صبر في مجال التداول لا تقترب منه نهائيا. على العموم كان وضعنا هو اليوبيت، وجئت لكي أوضح بعض الكلام لأن كثرت الطلبات على ما هي العملات الصغيرة التي يمكنني شرائها. الحمد لله لقد نصحتكم بأفضل العملات في هذا الوقت لكي تشتري، لأن البيتكوين مرتفع جدا وهي منهارة، نعم اشتري هذه العملات واصبر عليها إن شاء الله.